بعض الأطفال وخاصة الأولاد ما كيقدروش يقاوموا الرغبة في تسلق أي حاجة جات حداهم، بغض النظر أنه عنده القدرة أنه يتسلق أو لا. كيتسلقوا الكراسي، الطابلات، الفراش، أي حاجة جات قدامهم. هادشي ماشي غير خطر على سلامتهم الجسدية، ولكن ممكن يسبب أضرار مادية، وماشي غير في الدار ولكن حتى فاش كيكونوا في الأسواق أو عند الجدات، اللي ممكن تحول خزنة الماء عندي البوكسولين اللي كبر مني أنا شخصياً قمة إيفيرست. أكيد أنت عارف عواقب هذا الموقف، وأكيد أنك غادي تكون جربتي جميع الحلول بلا فائدة. أكيد وبختيه هددتيه، طالبتيه يمشي يبدل ساعة أخرى في الوقت المستقطع، ممكن كاع تكون عطيتيه شي ضربات باش توريه الألم اللي ممكن يحس به إذا طاح. هنا غادي يكون من المهم أننا نكونوا عارفين الفرق بين الذكور والإناث. غادي نرجعوا نديروا حلقة مخصصة لهذا الموضوع باش ما نبقاوش أولا نقارنوا بيناتهم، وثانيا ما نطالبوهمش بشي حاجة كتفوت القدرات ديالهم. الذكور أكثر عدوانية وكيحتاجوا باستمرار لاختبار أنفسهم. كل تسلق هو وسيلة لاختبار قوتهم وقدرتهم على التحمل. مهمتك كوالد ماشي غير تفهم حاجة ولدك للتسلق، ولكن أيضا توجه هذه الحاجة للأشياء والأماكن اللي يمكن يتسلقها بأمان. مزيان تذكروا بالقواعد. ملي يبدأ ولدك التسلق منطقة محظورة تذكروا بالقاعدة، سولوا شنو هي القاعدة. هنا من المهم تبعدوا على داكشي اللي كيتسلقوا. ما عليك إلا تبعد ولدك على البلاصة اللي كيتسلقها وتقول له غير سمح لي يا ولدي هاد البلاصة ماشي ديال التسلق. مزيان توجه ولدك للبلايص اللي ممكن يتسلق فيها. ملي ولدك يبدا يتسلق في الاماكن الغير مسموحه ممكن توجهه لفين يمكن ليه يمشي يتسلق. قول ليه مثلا غير سمح لي يا ولدي ما يمكنش تسلق الخزانه، ولكن يمكن نخرجوا للبار وتسلق كيف ما بغيتي، او انك تصاوب ليه شي بلاصه يتسلقها، دير المخاد شي فوق شي والمانط وخليه يتسلق، وكل مره بدل الطريقه اللي كتحط بها، ومن بعد جمعهم بجوج. عندك تخلع ملي تشوف ولدك كيتسلق، بلاص ما تخلع وتغوت، حافظ على هدوءك وبعدو من تما هدوء. عفاك ما تهدوش. اذا قلتي لولدك بانه غادي يتعاقب اذا بدا التسلق مره اخرى، ما غادي غير تشجعه على انه يبدا يتسلق وانت ما كاينش باش تشدو وتقوت عليه او تضربه. مزيان تفكروا اننا ما يمكنش نشوفه كيتسلق اذا ما كناش حاضرين. مزيان ما تحسشوش بالذنب، ما تقولش ليه انت عارف شحال كنتخلع عليك فاش كتبدا تسلق، ما بغيتينيش نتخلع وتخلقني ياك. القاء اللوم عليه ما غاديش يوقفوا على التسلق، فقط غادي يتحدى هذا الحظ فاش تكون غايب، وغادي يكون كيقول مع راسو انه ما غاديش يخلعك ويقلقك وانت ما كتشوفوش اصلا، وبالتالي ما غاديش يشعر بالذنب. ما تستخدمش التخويف. اذا قلتي لولدك اذا تسلقتي هاد الخزانه فغادي تطيح وتأدي راسك، راك ما غاديش تمنعو من التسلق. ومن ناحيه اخرى الحقيقه يعني اذا تسلق وما طاحش فغادي يقول مع راسو انك ما كتقولش الصراحه. دابا ندوزو لقصه كريم المتسلق الصغير. في الايام الاولى للمشي بدا كريم في التعلق والبلاصه. ملي ولا تسلق الفراش ساهل بالنسبه ليه داز للطبله، وهادشي طبعا برزته وعصب ماما، حيت بالرغم من انها كل شويه كتعاود ليه انه ما خاصوش يتسلق وحط الكراسي في الارض باش ما يبقاش يلعب فيهم ومنهم الطبله، دارت ليه الوقت المستقطع الا انه بقى كيتسلق وكيصعد في التسلق ديالو مع تقدمه في السن. لكن نهار يتسلق في المكتبه وطاح على ظهره كانت النقطه اللي فيضت الكاس، رغم انه هو لحسن الحظ كانت المكتبه مفيكسيه مع الحيط وما رجعتش عليه. طبعا كريم بكى وضر ظهره، ولكن رجع وتسلق نفس المكتبه من بعد ما بردت ليه الدقه اللي قبل. من بعد ما تعصب الاب ومن بعد ما هدوا انه يضربه الا ما حبش من هاد البساله، وبطبيعه الحال كريم ما حبش، ناض ليه وعطى طرحه ديال العصا. هو اللي عمرو تصور انه ممكن يمد يده على ولده، حيت بالنسبه ليه هو ماشي من النوع ديال الاباء اللي كيضربوا وليداتهم، ولكن حيت التفكير في سلامه كريم نساتو في هاد المبدا. بطبيعه الحال ندم على الحال وقرروا يغيروا من الطريقه ديالهم. اتفقوا على عدم تهديد كريم ابدا شنو ما درى، ولكن اكتشفوا انه ما كاين حتى شي حاجه كتمنعهم التسلق في كل بلاصه، لذلك قرروا انهم يراقبوا فين كيبغي يتسلق باش يخرجوا بشي حل. ملي كيكونوا على برا شرحوا لكريم القواعد ديال شنو ممكن يتسلق وشنو اللي ما يمكنش ليه يتسلقوا. فاش وصلوا لواحد البلاصه من نوعه سولاته ماما شنو هي القاعده، قال لها ما نقدرش نتسلق هذه البلاصه. طبعا هنأتوا ماما واتفقوا يمشيوا للبارك اللي ممكن يتسلق فيه فيما بغى، طبعا وهما مراعين شروط السلامه. اتفقوا تاني يصاوبوا بلاصه في الدار يبداو يتسلقوا فيها مجموعين، والنتيجه كريم مازال كيبغي يتسلق، ولكن ما بقاش كيسبب صراعات بينه وبين والديه. هما فهموا حاجه التسلق
وهو وافق على التسلق ما هو مسموح به والابتعاد على الجبال المحرمة. وهنا سالت الحلقة تاع اليوم، تلاقاو في الحلقة الجايه.